من قلب بغداد إلى مدن العراق كلها، بداية يوم جديد نلاحق إيقاعاته ونتحسس نبضاته في صباح الشرقية. حياكم الله أعزائي المشاهدين، صباحكم خير، أمل تفاؤل، يا رب يومكم يكون حافل بالأخبار السعيدة. راح نبتدي مشوار حلقتنا وياكم لهذا اليوم، ما عليكم إلا تنضمون لنا. اليوم عندنا كثير من المواضيع، وراح نتكلم عن التكنولوجيا وثورة التكنولوجيا وشون راح نقدر نستغلها. طبعا مثل ما تشوفون اليوم الحلقة شبابية، أنا وزين، فصباح الخير زين. صباح الخير بكر، صباح الخير مشاهدي برنامج صباح الشرقية وين ما كنتوا، أتمنى يومكم ونهاركم يكون سعيد ومبارك، وتحققون الأهداف اللي مخليها حتى تحققوها لنهار هذا اليوم. طبعا حلقتنا هي متنوعة، راح تضمن همنا تقارير متنوعة من مختلف المدن العراقية، لكن قبل أن نبلش حلقة هذا الصباح خلونا نتعرف على أهم العناوين الإخبارية مع ريم. صباح الخير. صباح الخير ريم. صباح الخير زين وبكر، صباح الخير والسعادة والأمل على كل مشاهدينا، وأهلا بكم بنشرتنا الإخبارية لهذا الصباح. والبداية من العناوين: الرافدين يخفض فائدة قروض السيارات إلى 4%، الصحة تعيد إطلاق استمارة بيانات ذوي المهن الصحية الساندة، التربية 10 من تشرين الأول موعدا للتقديم الإلكتروني لمعاهد الفنون، الدفاع المدني يدعو تجنب وسائل التبريد مع انخفاض درجات الحرارة. أهلا بكم في تفاصيل النشرة. أكدت اللجنة المالية النيابية إمكانية تسلم الموظفين لراتبين خلال الشهر الحالي، وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار إنه إذا ما تمت الموافقة على الاقتراض وتوفرت السيولة المالية فمن حق الموظفين الحصول على راتبين هذا الشهر. يذكر أن الحكومة لم توزع رواتب شهر أيلول على الموظفين حتى الآن، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق وعدم توفر السيولة المالية اللازمة لتأمين الرواتب. أعلن مصرف الرافدين تخفيض فائدة قروض السيارات للموظفين والمواطنين لتصل إلى 4%. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن فوائد قروض السيارات المقدمة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين حددت ب 4%. وأضاف البيان أن المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة بأحدث أنواع السيارات، وعلى زبائن المصرف الاطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة لذلك. حددت وزارة التربية 10 من شهر تشرين الأول الحالي موعدا للتقديم الإلكتروني لمعاهد الفنون الجميلة. وقالت الوزارة في بيان إن المديرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي حددت 10 من شهر تشرين الأول الحالي موعدا لإطلاق روابط التقديم الإلكتروني لمعاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية. وأضافت أن جميع الشروط والتعليمات الخاصة بالقبول سيتم توضيحها عبر الروابط الإلكترونية. أعادت وزارة الصحة والبيئة إطلاق استمارات بيانات ذوي المهن الصحية الساندة، وذكرت الوزارة في بيان إنه جرى إعادة إطلاق استمارة البيانات لذوي المهن الصحية الساندة المذكورين ضمن قانون رقم 1 لسنة 2020، قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000. ودعت الوزارة جميع المشمولين بالقانون أعلاه لإعادة ملء الاستمارة، وذلك لحصول عدة تعديلات وفق متطلبات المشمولين بالقرار.
دخلت محافظة السليمانية في إقليم كردستان مرحلة الخطر بعد تسجيل 40 حالة وفاة جراء فيروس كورونا في غضون 5 أيام. وذكر المتحدث باسم مديرية صحة السليمانية أياد النقشبندي في تصريح صحفي أن فقدان 12 شخصاً جراء الإصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية في المحافظة بمثابة دق لناقوس الخطر، وأضاف أن مواجهة الفيروس ليس من واجبات القطاع الصحي لوحده بل من واجب جميع الجهات المعنية، داعياً إياها إلى العمل بجد فوراً لمنع تزايد الوضع سوءاً. أصدرت مديرية الدفاع المدني العامة إرشادات وقائية جديدة للسلامة من الأخطار بعد إعلان الأرصاد الجوية انخفاض بدرجات الحرارة. وذكرت المديرية في بيان إنه يجب التقليل من استخدام وسائل التبريد في البيت، مكان العمل والسيارات، لا سيما في فترات الليل والفجر، وذلك لتفدي نزلات البرد التي تكون أعراضها غير معروفة للكثيرين وأعراض جائحة كورونا، وبالتالي الوقوع في الشك والقلق وإجهاد النفس في شراء الأدوية غير الضرورية أو إجهاد المؤسسات الصحية. ودعت المديرية إلى ضرورة الانتباه لخزن النفط الأبيض والذي يسعى الكثير إلى الاقتناء أو إلى اقتنائه في مثل هذه الأيام استعدادا لفصل الشتاء، وأن يكون الخزن بأوعية محكمة الغلق في مكان آمن وبعيدا عن مصادر الطاقة أو عبث الأطفال. مشاهدينا، بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، لكن راح يكملون وياكم زين وبكر بتكملة باقي فقراتنا فتابعوهم. شكرا لك يا زين، حياكم الله. أعزائي المشاهدين، مستمرون وياكم بفقراتنا لهذا اليوم، وبداية راح نروح إلى السليمانية. طبعا السليمانية هي من المحافظات اللي تهتم جدا بالعسل، وهي من أهم المحافظات أيضا بالعسل، ولهذا لكثرة أنواعه اللي موجودة هناك تلقون يسوون مهرجانات كلش كبيرة ويشاركون به النحالة. وطبعا النحالة هذول من الناس اللي بس تباع على العسل، تعرف هذا العسل مخشوش أو من الورد أو مثل ما جماعتنا بعض الناس يسوون أحواض مال مي وشكر، ويجيبون نحل فياخذ من مي وشكر ويروح يخليه بالخلية وجماعتنا ياخذوه، فهو يطلع عبارة عن عسل لكن هو مي وشكر، يعني ما بي أي فائدة، بالعكس بي مضرة. وهذا اللي أغلبيته موجودة هسه بالأسواق، فناس أكو يحط لل مثلا الدكتور يقول لا تأكل شكر، خلي عسل للشاي مثلا أو أي شيء تريد تحليه خلي له عسل. فجماعتنا شو يسوون؟ يروح يجيب من السوبر ماركت ويخلي له، فهي هي، فأنت تجيب الشكر يعني أصرف لك أصرف لك، يا أما تجيبه أصلي يا أما هاي اللي موجودة اللي تقلبه هيك رأسه ينزل كأنه مي، هذا يعني ما أعتقد هو هذا راح ينفعكم أصلا. طبعا مثل ما قال بكر أنه العسل الطبيعي اللي يكون دائما 100% فوائده هي غنية عن التعريف، ودائما الأطباء ينصحون أنه بخبط العسل مع مي الحار ودائما ويا الليمون خاصا بفصل الشتاء. طبعا كاميرا صباح الشرقية كانت موجودة بأحد الأسواق المخصصة ببيع أنواع مختلفة من طبعا العسل داخل سوق مخصص للعسل في سليمانية. نشوف هذا التقرير وراجعكم. عندنا انواع العسل، عندنا هواي انواع العسل، ويختلف منطقه لمنطقه حسب الغذاء والورود والزهور. يعني انتم باللغه العربيه بغداد الجنوب سموه المرعى، المرعى كل منطقه ولها اختلاف بالورود. فحسب عندي مثلا ورود ورودهم يختلفون عن المنطقه الثانيه، حتى اللون والطعم والريحه هم يلعب دور. هسه عندنا مثلا لونه مثل يكون غامق الورود، وهذا يلعب دور بالغذاء النحل. فمن منطقه لمنطقه، هسه عندي مثلا هنا مثلا منطقه بينجوين، حاجي عمران، منطقه تشيوسه، وهكذا اختلاف. يعني اذا مثلا شوف سويت يقول محل عندي كل دبه ومنطقه يعني، وفوائده فوائد له فوائد. يعني هو ما نقدر نحصل العسل كعلاج مخصص لشيء واحد مثلا، لا، هو شفاء لكل شيء.
القرآن مذكور انه الشفاء لكل شيء، فنقدر ما نقدر نحصل حصر العسل لفائدة معينة للمرض معين، فهذا اللي انا اعرفه يعني صراحة. قبل ان يصنع العسل يصنعون شو اسمه تصنع الغذاء ملكة يسمون رويال جيلي بالانجليزي للملكات المنتخبة اللي يطلع من الانتخابات. عمر الملكة 4 شهور، عندما تتغذى على تتطور عمرها من 4 شهور إلى 7 سنوات، تلقيح واحد مع الذكر يضيع 30 مليون بيضة خلال 7 سنوات. للجنس الإنسان غير، للأطفال دولية الأطفال، للربوة، للسرطان، لكل الأعضاء لأنه يجدد الخلايا، للمعدة، حتى للذاكرة، كل الجنة الملكة للذكي. نوع العسل، العسل شكله نوعين، الجبلي والقروي والعادي والأصلي، وأكو شمع أكو صافي. أنواع العسل الموجودة هذني، بس الفرق بين العسل العادي والأصلي، العادي تقدمات على الشكل والأصلي على الطبيعة. وفوائد العسل، العسل الأصلي يستخدمون للقولون للمعدة، ولا سمح الله إذا واحد عنده مرض موزين الخبيثة إذا استمر عليه سبحان الله يمكن يتعالج. وعسل عادي هذا مثل المربى للريوق يستعملون يأكلون من هذا. العسل الأسود، وكل العسل يكون لونه أصفر، لو شوية فاتح لو شوية طوق، بس حسب مرور الزمن ما يبقى ماي بالعسل، يتبخر المي يصير لون العسل أسود. يعني والله واحد يراد راح لسليمانية صراحة حتى يروح يجيب عسل من هناك، لأنه المشكلة أنه موضوع العسل إحنا للأسف صار عندنا بخلينا نقول شحة بالسوق كلش، يعني صار بصعوبة تلقي العسل الأصلي، حتى تروح على هذول جماعة المحلات هو مختص فقط بالعسل، يعني أيضا تلقي مخشوش تلقي خفيف. أنا اللي افتهمته أنه لازم يكون ثقيل إلى أنواع معينة اللي بيشمع واللي ما بيشمع، فأتمنى أنه موضوع غش العسل هذا يقل أو ينقرض، أو مثلا يبدون يحاسبون عليه أصلا، لأنه أنت يعني مو تضر أشخاص، أنت ممكن أنت تودي بحياتهم، يعني مثلا شخص يكون عنده سكر الدكتور يقول له مثلا لا تستخدم شكر، استخدم بس عسل، فأنت جايب له شكر بس بلون مختلف وليكويد يعني فقط، بس أنت جايب له شكر. على العموم إن شاء الله يعني بالفترات القادمة الناس شوية اللي تغش العسل تبي ضميرها يصحى حتى لا تأذي ناس غيرها. والآن راح ننتقل إلى أدهوك. طبعا مثل ما تعرفون دهوك من المناطق السياحية الجميلة جدا، واحنا راح نتكلم عن المناطق السياحية وبالاخص على كهف اينيشكي. اينيشكي انا شوية اسمه صعب. طبعا هذا الكهف يقع ما بين مصيفين اللي هو سرسنغ وسولاف. يعني الاسماء كلها صعبه ما شاء الله، بس احنا نحاول انه نحفظها شوي. طبعا هو يقع على شمال شرق دهوك، ويبعد تقريبا 9 كيلومتر عن سولاف، مصيف سولاف. هذا المكان جميل جدا واستقطب الكثير من السياح، لان هو يعني اصلا هو قريب من الشلال، وهذا المكان الكهف كان اصلا مستشفى بالحرب، فالناس اللي تروح لهذا المكان تلقي مقتنيات قديمه جدا، وتلقي صور تذكاريه للحرب وغيرها.
ياخذك الغير عالم مثل ما نقول، ومو بس هذا الكهف، انا رايح لهناك وشايف المكانات السياحيه بس من زمان كلش، انا رايح يمكن ب 2005 يعني موضوع يمكن صار له 15 سنه، لكن المكانات كانت جدا رائعه وهسه صارت بعد احلى. خلينا نروح نشوف هذا التقرير من دهوك ونرجع مره اخرى. كورونا 4-5 شهور قاعدين بالبيت ما طلعنا، فجينا على مصايف دهوك الحلوه، جينا على سولاف، افترينا بسولاف، وهسه حاليا بالكهف انا والولاد عن افطار. ما شاء الله طيبه الاجواء هنا، عن افطار متونسين هنا ان شاء الله. شو اسمه هذا الكهف وشلون شفته؟ والله الكهف هاي جيته ثاني مره، بس اسمه ما اعرف بالكردي، انشكي بالكردي، بس دائما اجي ثاني ثالث مره يجي عليها هنا. منطقه هذا يعني منطقه سياحيه حلوه، فدهوك هي مصايف حيل حلوه والله. يعني الامان طيبه بالشمال، الاوضاع طيبه، والهدوء عندنا هنا هدوء حلوه. عندنا غابات الموصل، بس غابات الموصل تعبانه هنا يعني شويه، الاجواء طيبه هنا عندنا متونسين بها هنا. جبت العائله جينا نفطر هنا اليوم، هسه نطلع على الشلالات. اليوم جيتوا له يعني؟ جينا احنا من الموصل، احنا ما البغدادي يجوني بعد. ترجعون؟ نرجع ان شاء الله بالليل، نرجع الموصل ان شاء الله. والله احنا كعراق عندنا اثريات وعندنا حضارات وعندنا اماكن يزيد جمالها عن باقي الدول الخارجيه، واحنا نفتخر بهذا الشيء، لكن نقص العمل والاهمال لهذه الحضارات وصلنا الى هذه المرحله، صارت الشعوب تتقدم على العراق للاسف. اسمع صوتك حلو. اي صوته حلو. اسمع شيء؟ اكيد. اريد الله يسامحني لان اذيت نفسي هواي، طيبة قلبي اذتني، تعبتك يا روح وياي، انا بحقي غلطان، لعبت بحالي لعبه، جنت بالناس وامان، مشيت بنيه طيبه. انا اشكرك، اتمنى لك التوفيق. مكان حلو وواحد يصور، ومكان يعني تراثي، فيعني حلو واحد يجي ويرتاح بيه. شنو اكثر شيء عجبك بهذا المكان؟ يعني ليش ما رحت السولاف في الاشاوه؟ صراحه رحنا وجينا هنا، بس اشوف هنا اطيب منهم، يعني عشان يجذب الشخص. وهاي اهم شيء بمكان في شغلات كثيره للصور وللسنابات. صح كلامك، فيعني واحد يجذب الواحد وبأشياء تراثية وكهف، ويعني الشيء غريب شوية. خارج؟ نعم. من تطلعون خارج بيتكم يعني من الأماكن السياحية، تحبون أنه تأخذون أكل من داخل البيت لو عادي أنه تأكلون داخل المصيف؟ هو كأكل وهاية مع الأكل البيت أطيب، بس مع الدوخة وهاية فيعني من برا أحسن. إيه، لأنه حتى لا تعبوا نفسكم، كل شيء جاهز. إيه أحسن شيء. الجو حلو ويغير من نفسية الإنسان، وطبيعة حلوة، النفس بيها حلو، يعني الجو كلش حلو، مرتب كلش حلو. منين جايين؟ من بغداد. من بغداد. زين، هذا كيف يعني؟ ايش كنت شنو شفت البي شيء مميز؟ شنو المميزات الموجودة؟ يعني ما عندنا هنا ببغداد هيك كيف او هيك مكانات، عندنا يعني مكانات صحيح منتزهات، بس منتزهات قليلة، يعني مو ذيك المنتزهات اللي مثل اللي هنا بدهوك. إذا نتكلم إحنا عن المتنزهات، يعني هي موجودة داخل المحافظة، يمكن تكون بها مساحات خضراء، مدن ألعاب، بس دائما الإنسان يحتاج لهيك أماكن سياحية حتى شوية يرفه عن نفسه، حتى يقدر يبدع بحياته. صحيح صحيح، الإنسان إلى مو بد أجواء حلوة يرفه، إلى كل الأجواء يعني ضغط ضغط، الإنسان يتعب، فلازم واحد يرفه عن روحه، عائلته هو، فالأجواء يعني حلوة لطيفة كلش.
رجعنا وياكم مشاهدينا ورا ما شفنا هذا التقرير حتى نحكي بموضوع آخر، موضوع ثورة التكنولوجيا اللي صارت جزء ميجز من حياتنا اليومية وما نقدر بعد نسوي أي شيء بدون ما نلتجئ إلى التكنولوجيا. طبعاً اليوم مو بس الأعمال صارت أونلاين، اليوم دراسة صارت أونلاين، التسويق صار أونلاين. طبعاً هاي الشغلات كانت موجودة أصلاً قبل كورونا، لكن اليوم دا نشوف في ظل وجود أزمة ووباء كورونا كل شيء هسه صار أونلاين. طبعاً هذا الشيء لتقليل خلينا نقول يعني الاحتكاك بالأشخاص ويعني التباعد الاجتماعي. التباعد الاجتماعي هاي الشغلات، يعني الشغلات راح تصير أسهل إذا صارت أونلاين. فاليوم هذا موضوعنا راح يكون وراح نحكي شلون يعني تقدر التكنولوجيا يعني تشوف أو تفتح آفاق جديدة قدام أشخاص مثلاً عاطلين عن العمل، وهمنا شلون تقدر همنا تخفف من هذا الزخم الموجود بدوائر، وشو وين إحنا كمجتمع عراقي وين من التكنولوجيا، وش قد نحاول جهدين حتى نتعلم على الأجهزة الجديدة نستفاد منها، يعني لو بالضبط يعني هي مضرة مو نفع. بالضبط راح نتكلم كل هالمواضيع ويا الأستاذ غسان عمانوئيل. نعم حياك الله. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا بكم أستاذ غسان. اليوم أنت كمدرب دولي وكأيضا أستاذ جامعي بهذا التخصص، وطبعا مركزكم هو مركز خاص بتقديم دورات عن التكنولوجيا، برامج متقدمة في ظل وجود هذا الوباء، شلون تقدر يعني تحكينا عن هذا المركز؟ بس بالبداية من عرفنا عن نفسك. نعم أنا أستاذ غسان عمانوئيل، أستاذ جامعي في جامعة جيهان قسم هندسة اتصالات، مدير مكتب مستر غسان التدريب، وأيضا عضو في المركز الأكاديمي الاجتماعي، مركز الكندي العالمي، مؤسسة الحوكمة للمدراء، ونقابة التقنية العربية، ونقابة المهندسين العراقية. ما شاء الله. الله يخليك. نعم. ما شاء الله. ممنون. احنا بشكل عام احنا نسوي دورات تدريبية، واني اشرف على دورات تدريبية في مجال الاختصاصات العمل. اختصاصات العمل هي بشكل عام كانت بالبداية انه الطالب من يتخرج يروح للشركة يسوي مقابلات ويحكي ويا مدراء الشركة او قسم الـ HR بشكل عام، فدائما يكون اكو امتحان، هذا الامتحان يكون بأغلبه يكون عملي وليس نظري، يعني مبدأ أنه هذا الطالب هل هو يعرف إيش تيصير بالسوق، شنو وضعيته ويا سوق العمل. طبعاً إحنا كنت نعرف أنه الجامعة تنطي مواد نظرية أغلبها وأيضاً بها عملية، بس هاي المواد مو كافية 100%، بعض المدراء يريدون شخص عنده خبرة حتى ما يتعبون وياه بالعمل. فمن هاي الفكرة جتينا فكرة أنه نسوي دائماً سيرفي بسوق العمل ونشوف شنو الدورات المطلوبة والاختصاصات والخبرة اللازمة المطلوبة في سوق العمل حتى نقدر احنا نوفرها للطالب أو الخريج أو حتى الموظف نفسه حتى يشتغل شلون يرفع من أدائه. فجتنا هاي الفكرة، سوينا سيرفي لعدة تقريباً 5-6 سنوات. احنا نسوي سيرفي مستمر لسوق العمل نشوف شنو الشغلات اللي تنزل بالسوق جديدة، وها على هذا الضوء انه احنا نبدي نوفر دورات تدريبية ونبدي نوفر شهادات دولية للخريجين، وأيضاً أي دورة تدريبية هي كافية تنطيل خبرة من نص سنة إلى سنة كاملة عملياً يعني. طيب شنو أكثر الكورسات اللي مطلوبة عندكم تقريباً؟ بشكل عام اكو الكورسات هي تنقسم او الدورات التدريبيه هي تنقسم الى نوعين، النوع الاول هو القسم العام. القسم العام القصد به انه اي شخص في اي خبره واختصاص لازم ياخذ هذا الكورس او يكون عنده معلومات عامه مثل الاكسل، الوورد، الباوربوينت، الويندوز، الاونلاين، الانترنت، كلش مهم. اغلب العالم ما يعرفون شلون يسوون باك اب للمعلومات مالتهم، تكون اونلاين دائما تكون عن طريق اليو اس بي، الفلاش، الحاسبه، بينما الشركات حاليا تتجه نحو الكلاودينج اللي هو الانترنت الاونلاين، بحيث كل بتخيل انت هسه من تشتغل بشركه مثلا خلينا نقول مونتاج ما تحتاج تشتري حاسبه هائله المواصفات، الشركه الدوليه نفسها توفر لك اكسس اونلاين، توفر لك حاسبه اعلى مواصفات بسعر جدا رخيص تقدر تستخدمها، فهذا كله متطلبات يخلي الشغل اسهل بالعمل واقل كوست. فهي دورات عامه احنا نسميها، من ضمنها ايضا التوفل، الايلتس، الانجليزي، هذا الشيء كلش مهم يكون متوفر، يعني انجليزي والحاسوب العام الاكسل وورد. بالنسبه لدورات الاختصاص تعتمد على اختصاص القسم، يعني مثلا المحاسبه يحتاج الى دورات بالاكسل المحاسبي، يحتاج بكويك بوكس، يحتاج محاسبه نظريه، قسم الاي تي يحتاج شبكات، يحتاج اي تي سيرفر، ماكروتيك، خلينا نقول قسم الهندسه اوتوكاد، ريفيت، 3 دي ماكس، كل قسم له دورات خاصه به
الشركه نفسها تحتاج انه هذا الشخص يعرف هاي المعلومات. طيب استاذ، انا يعني اريد استغل وجودك هنا. انت الكلام اللي قلته انه هو الناس اللي دا تجي تاخذ كورسات يمكم، لكن انا صراحه اريد اقدم شيء للمشاهد. نعم. اوكي. نعم. الشخص مثل ما تعرف احنا تقريبا هسه يمكن 60% من شبابنا دا يتجهون للاونلاين. نعم. بشغلهم. نعم. شلون شخص عنده بيج او غيرها يقدر ينجح هذا البرودكت او هذا المشروع الصغير؟ نعم. يعني على حسب خبرتك. طبعا حاليا وراء جائحه كورونا القويه صارت اغلب الشركات اتجهت الكترونيا، من ضمنها شركه ليجو العالميه، شركه امازون، شركه نتفليكس، والت ديزني. ذول الشركات حاولوا يقللون المتاجر مالتهم واتجهوا نحو الالكترونيات الانترنت. شبابنا المحلي نفس العمليه، اللي عندهم مشاريع صغيره او وسطيه او حتى كبيره، او عنده بضاعه كبيره هائله جايه من الصين مثلا، يجي يوزعها للكستمر الزبائن او المحلات. الطريقه العمليه والاسرع والافضل انه يكون عنده المام بالتسويق الالكتروني. كورس التسويق الالكتروني من جوجل اصبح متاح مجانا لكل الناس. قبل فترة أنا أخذت كورس التسويق الإلكتروني أيضا من جوجل، حصلت على شهادة دولية بها. يوفرون أكثر من 15 كورس مجاني، فقط على الشخص أنه يطب على جوجل ويطب على موقعهم الرسمي ويحضر الكورس أونلاين ويأخذ الشهادة منهم. يعلموه شلون يسوق بطريقة صحيحة، بطريقة غير قابلة للخداع. احنا مشاكلنا بالتسويق بشكل عام في الوطن العربي السكامز، الخداع اللي يصير، مثلا انت تشتري شيء ويجيك منافسه، تمام؟ فهم يعطوك هوايه طرق تقدر تحصل مصداقيه من الزبون. فالمصداقيه هي الاساس، اذا انت حصلت مصداقيه من الزبون، الزبائن يحجون بيناتهم. اكو عده طرق لنشر شغلك، من ضمنها المصداقيه العامه، التسويق الالكتروني، الاشاعه بين الاشخاص، هذا كله الكترونيا يصير. أكثر شيء وأفضل شيء هسه شخص يسويه حتى يتجه إلكترونيا كمشروع صغير، إنه يبدي بكورس التسويق الإلكتروني أونلاين من جوجل. هذا أول هدف إله، ما يطول بيه تقريبا 5 أيام 4، وراها يقدر يعرف شنو خطوته الثانية. زين أستاذ غسان، اليوم يعني إيش قد نشوف أكو إقبال من قبل الشاب العراقي أو الشباب العراقيين إلى هذا النوع من الكورسات؟ يعني احنا دا نعرف انه هسه كل شيء يصير اونلاين. نعم. وانه ماكو مستقبل اي شخص بدون ما يكون عنده معرفه على الاقل اساسيه بالتكنولوجيا، بالمواقع التواصل الاجتماعي. اليوم مثل ما دا تحكي دا تقول كل شيء صار الكترونيا وصار كل شيء اونلاين. نعم. فشلون دا تقيم انه الالتجاء الشاب العراقي الى انه كورسات او الى مراكز تعليم على الكمبيوتر وعلى التكنولوجيا؟ بشكل عام احنا نعاني من نقص شديد في تعليم التكنولوجيا. التكنولوجيا يمنا بالعراق تستغل بطريقه سيئه. صح. سيئه جدا. همنا التسويق الالكتروني يمنا هو يستغل بطريقه ايضا سيئه، يعتمدون على المظاهر والاشكال وليس على الخبره الحقيقيه. هذا كله يقلل من مصداقيه الاشخاص. اذا تشوفون مرات بعض الاشخاص اللي يعلنون عده اعلانات يجيبوهم لانه فقط هم عندهم متابعين. صح. بس اغلب المتابعين هم حاليا ذولا فيك، مو متابعين، يسموهم احنا نسميهم وهميين. فاللي يصير انه مصداقيه الشخص او الزبون تقل بطريقه كلش عاليه، او مصداقيه الشخص اللي يعلن. فطبعا لازم يكون كل شخص عنده بيج او عنده مشروع صغير او وسط لازم يعرف الاساسيات الصحيحه. مشكلتنا احنا كعراقيين ما عندنا صبر، هاي مشكلة كبيرة. فاحنا اول ما ننزل بالانترنت اذا انتظر اسبوع اسبوعين شفت ماكو نتيجة، احاول اتجه نحو الاتجاه السيء بالتسويق. اوكي، اللي هو السمعة العامة والسكامز والهذا. واحدة من مبادئ التسويق الحقيقية هي الصبر. انت من تبني، انت مثل تبني شجرة، تزرع شجرة وتنتظرها تخلص الى ان تثمر. هذا هو التسويق العام مبدأ. بس مثل ما احنا يمنع عندنا الصبر مشكله، انه الزبون يقول لك انا عندي بضاعه اذا هذا الشهر ما خلصت انا استغل غير اسلوب وغير طريقه والمهم اخلص منها. فيفضل دائما اتباع الطريقه الصحيحه حتى لو كان اكو شويه تاخير، بس بالنهايه النتيجه حتكون فل. يعني هي الفكره استاذ انه مثل ما يقولون ايزي كم ايزي جو. بالنسبه للمتابعين، اذا انت كشخص حتى اذا كان بلوجر او غير الناس اللي تريد تحصل على متابعين لي مثلا انه يفتح لي باب رزق او كل هاي الامور. نعم. نعم. اذا ما تكون ماشي على رتم معين. صح. هذا ياخذ فتره طويله. اوكي، لكن المتابعين اللي يجوك هذا يكون هو انترستد للشغله اللي انت. نعم. تنزلها، فراح يبقى يمك. صح. لكن اذا طلعت عن هذا
خلينا نقول اللاين اللي انت او النمط اللي انت ماشي به راح تجيب متابعين، لكن هم مو ثابتين انترستد للي انت تسويه، فراح يبقى بصفحتك يمكن يومين ثلاثه بعدين يطلع من الصفحه. طيب استاذ، هاي الكورسات اللي انتم تقدموها بصوره عامه، هل انه تقدم فرص يعني عمل للعاطلين بصوره عامه؟ احنا ما نقدم فرص عمل بشكل عام. لا مو انتم، نعم. يعني قصدي انه هل تنفعهم انه يقدر يوصل لمرحله المقابلات بالعمل؟ تعتمد على مبدئين، مبدا الشخصيه بشكل عام ومبدا المعلومات اللي يعرفها الشخص. فاحنا كمبدا شخصيه ما ننطي لاي دوره بالشخصيه، هاي لازم هو يكون عنده شخصيه ثابته بالمقابله. بينما مبدا المعلومات احنا هاي نوفره، احنا ننطي له معلومات خلينا نقول بنسبه 80% انه يكون عنده يعني يقدر يجاوب على اسئله المقابلات مال العمل، ويكون من الاشخاص اللي البرايورتي مالتهم شويه اعلى من الموجود. فهذا احنا نقدر نوفره، بس هم تعتمد على الطالب اللي يقرا واللي يستمر واللي يثابر واللي يدور معلومات اضافيه، طبعا اكيد يحصل شيء احسن. بس اذا كزياده فرص بالمقابله تزيد بنسبه 70 الى 60%. حلو. طيب استاذ، يعني بنظرك ياهو اللي اكثر يعتمدوا بالمقابلات، الشخصيه ولا المعلومات؟ كنسبه. طيب كنسبه، انا قبل فتره كنت اشتغل ويا مدير اتش ار من الاردن، كان اكو شركه هنا جابتها بس حتى يوظف موظفين، يعني بس يوظفهم ويروح يرجع. حلو. فهذا الشخص كان مبدأه اول شيء، اول نظره للمقابله الاولى الشخصيه. اول نظره بدون ما يسالهم، طريقه القعده، طريقه الاسلوب، طريقه الحكي، طريقه اللبس، طريقه الاجابه، التلكؤ، هذا كان اول شيء يركز عليه، كان دائما الانطباع الاول، يعني الانطباع الاول، الانطباع الاولي هذا كان اول شيء يركز عليه. بعدين من يقتنع به يسوي له السكند ريفيو، يقوم يساله اسئله معمقه عن الماده وغيرها، يفهم معلومات بالضبط. بس اذا ما كان مقتنع به من البدايه ما يطب بالمعلومات المقدمه، يعني على البدايه يقول شكرا جزيلا، نتصل بك ان شاء الله. يلا الله وياك. طبعا استاذ احنا نشكرك جدا على هاي المعلومات القيمه، وان شاء الله تقدرون تفيدون اكثر عدد من الشباب اللي محتاجين هاي الوظائف بصوره عامه او هاي الفيجات. شكرا لك جدا. شكرا لتواجدك. شكرا لكم. طبعا مشاهدينا، من تكنولوجيا وصلنا الى اخر تقاريرنا لحلقه هذا الصباح، وراح ناخذكم بجوله الى امريكا الجنوبيه، حتى نروح بالتحديد الى مكسيك. بالتحديد مكسيك هي نقدر نقول دولة حضارات هواية مرت بها، فكل حضارة كان لها إرثها والتاتش مالتها، اللمسة مالتها، أكيد طبعاً على الحضارة مال مكسيك. فعندنا الأهرامات يا طبعاً زين، أنا يعني ما كانت عندي معلومة عن هذا الموضوع إنه أكو أهرامات غير بمصر. بعدين لما قريت عن الموضوع لا، لقيت إنه أكو بمكانات هواية وأكو بالمكسيك، وأيضاً ظهرت بالسينما بصورة عامة، واكبر الفنانين او الممثلين بهوليوود ممكن راحوا لهاي المكانات، وايضا سووا بها انديانا جونز، ايضا سوت فيلم بهذا المكان. وطبعا هو بناء من الـ خلينا نقول من الستايل الحديث اللي لحد هاي اللحظه يحل محل اعجاب لكل الزائرين او كل الناس اللي تروح لهناك. خلينا نروح نشوف هذا التقرير من المكسيك ونرجع مره اخرى. تتوالى على الأرض الكثير من الحضارات المختلفة، وقديماً تساءل البعض حول العلاقة بين حضارة مصر الفرعونية والتي وصفوها بأم الحضارات، وبين حضارات ما وراء المحيط الأطلنطي. منذ 18 قرناً مضى، وبعد أكثر من 6 قرون من انتهاء عصر بناء الأهرام، شيد الأستيك وهم شعوب الأمريكيتين الأصليين عاصمتهم الأولى مدينة تيتيهواكان، لتظل حاضرة تلك الدولة طيلة أكثر من 5 قرون من الزمن، بدءا من عام 200 وحتى سقوطها على يد قبائل تولتك عام 750 ميلادية. أهم ما ميز تلك المدينة اقتداؤها بالحضارة المصرية واتخاذها للأهرامات نموذجاً للعبادة على أرضها.
تبلغ مساحة مدينة تيتيهواكان حوالي 12 كيلومتر مربع، تم تشييدها على جانبي طريق مستقيم يطلق عليه طريق الموت، يبلغ طوله 2.5 كيلومتر. تلك المدينة الغامضة والتي هجرها أهلها الأصليون، وعند وصول الشعب الأستيكي رأى أن من بنى تلك المدينة ليسوا بشرا، وأصبحت بالنسبة للأستيك المدينة الأسطورية. هرم الشمس عبارة عن جبل صناعي ضخم مغطى بالتراب والحجر المصقول، تبلغ مساحة قاعدته أكثر من 50,000 متر مربع، أي ما يقارب من مساحة قاعدة هرم خوفو في مصر. أما ارتفاعه فيصل إلى 63 متر، في حين يبلغ ارتفاع هرم خوفو ما يقارب 147 متر. هرم الشمس لم يجدوا به أي غرف سرية أو سراديب، ولكنهم وجدوا حوله العديد من الآثار القديمة ممثلة في تماثيل صغيرة للإنسان ورؤوس رماح من الأحجار البركانية، كما وعثر في أركان الهرم على مقابر للأطفال يعتقد أنهم قدموا من أجل الطقوس الدينية الوثنية الوحشية والتي استمرت قرونا عديدة. طبعاً أتمنى يتم استغلال الآثار العربية بصورة عامة من أهل البلاد، يعني حتى إذا تشوف إذا أكو سياحة أو إذا أكو بلاد ثانية عندهم أهرام فتلقي الأجانب هم اللي مهتمين بيها، مهتمين بالمكان. إحنا كبلد عراقي عندنا الكثير من الآثار وأيضاً حضارة كاملة، يعني ممكن تستقطب الكثير من السياح ان شاء الله مستقبلا يتم، لان اكو نظره يعني على العراق بالوقت الحالي انه ما حد يقدر يجي لهنا لانه مشاكل، واول شغله يعني الاجانب او العرب بس تقول العراق اول شغله يجي بباله هو انه انفجارات ويموت يعني. فاتمنى هاي الصوره تبدي تتغير ويبدي يصير اكو سياحه بالعراق ويتم استغلالها، لان احنا عندنا كل شيء، عندنا شلالات، عندنا جبال، عندنا سهول، عندنا اثار، عندنا بحيرات، كلها موجودة ممكن استغلالها بطريقة جدا جميلة. وهكذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا أعزائي المشاهدين، قدمنا لكم أكثر من موضوع وأكثر من تقرير، يا رب يكونوا على إعجابكم. نلقاكم بحلقات جاية، مع السلامة، باي باي.